سلام بنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم بزاف ديال الاخوات طلبوا مني هاد الجلبه هادي وقالوا لي شنو هو السن ديال هاد الجلبه هادي اللي نبتي. بغيت نقول لكم السن ديال هاد الجلبه هادي هو جلبه صغيره. هانتوما كتشوفوا لي مونش ديالها مفتوحين مجدودين هب العقيدات صغارين والزواقه صغيره. فهاد الجلابه هادي السن ديال بنيتها فقط 7 سنين. المهم نزلت لكم هاد الرشمه هادي باش تستافدوا منها. عجبرو الرشمه بطريقه سهله باش الا بغيتو تعملوها، حتى الا بغيتو تكبروها شويه وبغيتو تعملوها في الناس كبارين فماشي مشكل. المهم هاد الفيديو هذا كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. فانا عملت اكثر الرشمه اللي غيكون عليها طلب بزاف، غنزلها لكم باش تستافدوا منها. فهذه هي الرشمه، ها هي. فانا عملتها كيف ما شفتوا بالجوهر المهرس، عملت فيها لون واحد، ما بامكانكم تعملوا جوج الوان ثلاثه الالوان. وعملت على كل دوره عملت بريسيوسا او حجره. هذا هو الدوره ديال العنق وهذا الكتف وهذا التحريفه. فعملت انا على الجهه ديال الصدر من الاول. كيف ما قلت لكم هذه موديل ديال جلابه صغيره، فانتما الا بغيتوا تعملوها بجلابه كبيره، بغيتوا تعملوها بهذه الطريقه هذه اولا تعملوها قدام السفيفه حتى هي عاد تجي مزونه. المهم هذا كان طلب ديال الاخوات لان خصهم يطبقوها في حاجه ديالو. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.